الأزهر الحقيقة أنه مؤسسة هامة ورئيسية في تاريخ مصر وتاريخ العرب والمسلمين، ومش بس التاريخ الديني، حتى التاريخ الوطني، دوره في ثورة 19 ودوره في الإطلاق شعار الهلال والصليب اللي أطلق من ساحة الأزهر نفسها، ودوره زي ما سمعنا النهاردة من شيخ الأزهر أنه الأديان كلها واحد ولا تفرقة، ولا وغير مقبول هذه التفرقة، لا منا إزاءهم ولا إزاءهم ولا منهم إزاءنا. فالحقيقة أنه في دي فرصة طيبة جدا لعرض الفكر الإسلامي الحقيقي. أنا لا أستخدم كلمة الوسطي ولا كلمة المعتدل، إنما ده الفكر الحقيقي السليم الصحيح اللي عبر عنه شيخ الأزهر في كلمته من شوية.